ما يكون بالنسبة للحلوة، الجينواز كنحتاجو 8 البيضات، كاس وربع ديال السنيدة، فاني كنخلطوهم مزيان حتى الخليط كيتقال كيولي على هاد الشكل. غادي نزيدو نص كاس ديال الزيت تدريجيا كنبقاو نحركو، وغادي نزيدو جوج الكيسان ديال الفورص وجوج الخمارات. بالنسبه للناس اللي بغاو الجينواز رقيقه نديرو غير خماره وحده، وكنخلطو كل شيء على هاد الطريقه حتى كيتخلط لينا الدقيق مع البيض والسنيده. كنكبوه في فلاطه اللي كنتفرشوا ليها بابي كويسون وندخلوها للفران. من بعد ما كطيب غادي نقطعوها على الشكل اللي بغينا، وغادي نسقيوها بالسيرو اللي درنا ليه النكهه ديال الحامض. كنسقيوها مزيان وكنديروا لا كريم كنوزعوه بشكل متساوي. غندير ثلاثه طبقات حتى كنسالي وكنفينيها مزيان من الفوق. بالنسبه للكلاصاج عندي الناطاج والنكهه ديال الحامض، غادي نديرهم فوق البوطه حتى كيتخلطوا كيدوبوا على هذا الشكل. خليه حتى كيبرد مزيان وكيعقد، وكنديروا فوق الحلوى كيف ما كتشوفوا معايا. يعني راه كيجي زوين، كيجي عنده واحد المذاق رائع، وكيف ما شفتوا واحد اللمعه اللي زوين بزاف. ومن بعد ما كنبغيو نقدموها تزيين كيبقى اختياري على حسب الرغبه وعلى حسب انت شنو متواجد عندك. انا درت ايفيلي كيف ما كتشوفوا معايا، وزوقتها بهذا الحد البلوك المعسل. بصحه وراحه.